السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجديد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي الصفحة 108، دونك مع تنظيم ومعالجة البيانات 2 اورغانيزاسيون اي تريتمون دي دوني. تخي بيان، دونك هنا نشوف التمرين الأول. دونك بدأت مريم في وضع نقود في حصالة ابتداء من شهر مارس. يبين المخطط مبلغ النقود في نهاية كل شهر. أكمل الجدول. جيد، إذا غنعتمدوا على المنحنى باش نملؤوا هذا الجدول هذا. إذا عندنا الشهر مارس، نهاية الشهر كان عندها 10 دراهم. أبريل نهاية الشهر دونك جمعت 30 درهم. واخا هما راه موضحينش السؤال مزيان، واش 30 نزيدو على هاد 10 ولا 30 ديال الشهر بوحدو. المهم علينا ماي هنا 40 50، وسطهم 45. يونيو نفس الشيء 45 درهم. يوليوز 55، وغشت 60 65 درهم. كما قلنا الصورة غير واضح، حنا من الان على حساب الميبيان. جيد، مشيو للتمرين رقم 2. دونك يبين هذا المخطط القطاع الفاكهه المفضل لدى مجموعه من الاطفال. 150 طفل يفضلون الموز والرمان. بكم يزيد عدد الاطفال الذين يفضلون الموز على الذين يفضلون الرمان؟ هنا سنعرفوا عدد الاطفال اللي كيبغيو الموز وعدد الاطفال اللي كيبغيو الرمان، ونشوفوا شحال كيزيد عليهم. هنا عطاونا بان 25%، علاش؟ حيت الموز والرمان هنا زاويه قائمه، يعني الربع. اذا 25%، 25% من العدد الكلي ديال الاطفال كاملين هما اللي كيبغيو الرمان والموز. 15% منهم كيبغيو الموز و10% كيبغيو الرمان. جيد، اذا حنايا غنعرفوا من هاد 25% نعرفوا النسبه المئويه ديال شحال من تلميذ كيبغي الموز. اذا عدد الاطفال الذين يحبون الموز او يفضلون الموز، يفضلون الموز. اول حاجه بعدا عندنا 15% الموز هو 15%، هنا 15%، واش من العدد الكلي ولا من 150؟ دونك هنايا كاين اشكال. اذا 15% من 25، يعني غير من 25، 15 من 25، يعني 15 من 25. واخا راه كاين خطا هنا في سميتو، دايرين 15%، وهذه ماشي 15% ديال كامل، هذه كامله 25%. ما علينا، المهم 15 من اصل 25، من اصل 25، 15 من اصل 25. اذا هنايا غنحولوها للنسبه مئويه او نديرو مباشره حنا في 150. دونك 15 من اصل 25، اذا حنا عندنا 150. هلا غنديرو الطريقه الثلاثيه. دونك 150 في 15 على 25، اذا 150 في 15 0، 25 7، 1 0، 1 في 5 1 في 1، دونك 0 5 12 جوج. هذا نقسمو على 25. دونك غنشدو ثلاثة الأرقام فيها 8 أو 9، 9 في 5 45، 9 في 2 18، 22. غنزلو هاد الصفر فيها صفر، إذا 90 طفلا. بالنسبة لعدد الأطفال الذين يفضلون الرمان، اذا عندنا 150 طفل، غنقصوا من 90 ديال اصحاب الموز. 150 نقصنا غتعطينا 60 طفلا، اذا الرمان طفلا. دابا نجاوبوا السؤال، بكم يزيد عدد الاطفال الذين يفضلون الموز؟ اذا يزيد عدد الاطفال الذين يفضلون الموز عن الذين يفضلون
الرمان بي ونديرو الطرح، هادو 90 ديال الموز ناقص 60 ديال الرمان 30 طفلا، اذا بي 30 30 طفلا. جيد، اذا نمشيو دابا للتمرين الثلاثة. دونك شارك اعضاء النادي في سباق 100 متر، يبين هذا المدراج توقيت كل عضو مقرب الى جزء المئة، ما عدد المتسابقين الذين سجلوا توقيت يمكن ما بين 17 و19، ما عدد المتسابقين الذين سجلوا توقيت ما بين 11 و13. واخا اذا عندنا هنا عدد المتسابقين وعندنا هنايا التوقيت بجزء من المئة، اذا بين 17 و19، بين 17 و19 غنقراو. دونك كاين 6، واخا هو راه فايت الخط شويه، ولكن ما يمكنش نقولوا 6.1، يعني 6 الاشخاص ورجال مثلا ما يمكنش. اذا هنايا ما عدد المسابقين اللي سجلوا توقيت 17 و19، ما بين 17 و19 كاينين 6، 6 متسابقين، 6 متسابقين. ما عدد المسابقين اللي سجلوا توقيت ما بين 11 و13، دونك الوسط، دونك 3، 3 متسابقين. جيد، هنا سنكملوا الصفحة 108 من الجديد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. دونك شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.